قلت لسامسونج انه ممكن نشتغل في فيانواز. بتخيل كان العرض هو ممكن اصلا فكره انه اوتيل مهجور وهيك كثير مغريه كان يعني كانت لها. فسامسونج كانت بتسمع مني انه شو ممكن يكون، فكان جاي ومش عارف شو القصه. هذا بيت الاشباح المثالي اللي ممكن تطلع كل الهواجس. بتخيل بالشغل تبعنا هو النص او اي عنصر ثاني هو وسيله لحتى هي هو شيء يعني شيء بنقدر نستخدمه، مش هو شيء يعني مش مثل بالمسرح عاده عم بيكون في نص اللي هو الشيء المقدس وبناء عليه نبلش نبني الاشياء. نحن بنشوف انه النص او السينوغرافي او الضوء او الصوت هن اداه لحتى نستخدمهم بسبكتاكل عم نعمله. فولا ما بيكون النص ممكن يكون فعلا مهم جدا او ممكن يكون هو شيء عم نحطه بالمكان اللي المفروض نحط فيه بس. اذا فتحت انا غمضته عظمة سوداء بصير فكر بمينا بالبواخر بالوحوش اللي ناطريني بدون يقتلوني يبدعوني يحبسوني. هو كانت الفكرة انه عارض بقلب سرير والناس قراب من هذا يعني الجمهور يعني في عرض فيه حميمية، فانه مثل كأنه حدا هو بالسرير تبعه لحاله لوحده مرة هي والناس هن مثل شهود على شو عم. فبعدين طبعا بالسرير في فكرة النوم، في فكرة الحلم، في فكرة الكوابيس، في كمان فكرة الوحدة لأنه بالليل بيكون واحد لحاله فالأفكار بتصير تاخده وتجيبه، في فكرة المرض لأنه بالتخت بنمرض، في فكرة الموت لأنه آخر شيء كمان كلنا بنموت على تخت على سرير فهو وبنخلق على سرير. فهو إذا بدك السرير هو بيمثل مراحل كثيرة بحياة الإنسان ووقتها كنت عم طور العرض كمان اكتشفت إنه الإنسان بيقضي يمكن 20% من حياته بقلب سرير، فانه هو بياخذ مساحه كثير كثير كبيره من حياتنا. بدنا نتحدى حالنا انه نشوف قديش من ولا شيء، عن جد من ولا شيء، من قطعه قماش يعني فيك تخلق عالم. كمان الفكرة كانت البداية الأساسية هي أنه نحن ما بدنا نعمل عرض بمسرح بينعرض على خشبة مسرح، ما بدنا هيدي العلاقة أنه مسرح وحياة وجمهور. فالفكرة كانت أنه بدنا نعمل شيء هيك عنصر تحطه وين ما كان، بس أكيد في ظروف معينة يعني بدها تتأمن اللي هي العتمة لأن في بروجيكسيون في صورة، واللي هي الصوت لانه صامت وهيك فانه ما بده يكون كثير ضج المكان. معظم العود اللي بعملها هي بتكون اذا كانت بمسرح بيوت بكون عندها حياتها وشخصيتها والاسباس تبعها، وبعدين اذا اخذتها محل ثاني ما عندي اي مشكل ارجع اشقلب كل شيء وغير كل شيء او عيد النظر بكل السينوغرافي من اول وجديد، لانه المكان هو اللي بيفرض الى حد ما السطوه تبع كيف بتحس الاشياء كيف بتشوفها. بدي وقت اشوف منيح. وعلى
على سيرة الأشباح، يعني البروفة تبع مبارح كانت سوسن عم تعمل مشهد القلب اللي هو وقت، فهو مشهد هالقد رومانسي وحساس ولذيذ والضوء فيه خفيف ومزيكا حلوة، وفجأة بطلع خفاش عم يلف حوالين، فكان بالنسبة لي أحلى شيء ممكن نشوفه بالعرض.